واحد بيقول كان والدنا قبل وفاته بجسد مريض جدا وكان يتألم كثيرا، وبسبب ذلك طلبني من الله أن يرحمه من هذا العذاب، فهل بذلك نكون قد أخطأنا في حق والدنا؟ لا، أنتوا طلبتم أن ربنا يرحمه من العذاب، ما طلبتوش أن ربنا يرحمه من الدنيا دي كلها. ومع ذلك في أمراض كثيرة الواحد لما يشوف عذاب المريض وألمه بيطلب فعلا أن ربنا يرحمه. لا أخطأت ولا حاجة.